هذا البرنامج برعاية دويس أحسن مفهوم وردة سرها المحبة. وردة سرها المحبة. عسلامة ومرحبا بكم بحضنا في الكوجينة إن شاء الله مرة أخرى. رمضانكم مبروك ويكون السنة رمضان مبروك على التوانسة الكل. كالعادة احنا باش نحاولوا نعطيكم دي غوسات سهلين ودي غوسات ما يتكلفوش برشا. معايا اليوم الشيف أيمن. شيف أيمن مرحبا بي. مرحبا بك ملاك. احكي لي اليوم شنو باش نعمل؟ اليوم تشوف معناها ألوان هندية. ايه؟ باش نعملوا كيش بالبصل اللي هي كي تاخت نقولوا تاخت بالبصل هكا يبدا نقول لي كراميليزي البصل فوالا يبدا كي عمل ياخذ الكولور كراميليزي ومع جبن ويعطي قوم مزيان برشا دونك اون بليس باش نشوفوا كيفاش فينالمون التاخت هذه اللي بالبصل ما فيها حتى شيء بخلاف البصل والجبن معناها ما تتكلفش برشا ما تكلفش وبنينه ياسر اي ما تكلفش برشا وبنينه ياسر لي زانغريديون نتاعها سهلين وسهله معناها حتى التحضير نتاعها معناها ما يتطلبش برشا وقت ما يتطلبش برشا دي زانغريديون بار كونتر في الرز باش نعملوا مجبوس كبسة رز كما نقولوا معناها في الخليج ثم باش نعملوا مجبوس رايس راك تشوف معناها الالوان نتاع البهارات فلفل زينه وزعفران وكركم وتيابل اخضر ومعدنوس وهكا معناها وعنا اللوز وزبيب والهيل وسكنجبير وشوية قرفة وشوية عود قرنفل هيك البهارات لبنان اللي ريحتهم فيوحة واللي كان عندكم في الكوجينة يكون شراو ما تصعبوش على رواحكم المشمية كان فما حاجة ولا زوز مش موجودة ميسيلش تنجح كمان الغوسات هما اللي ميم انجريديون مالك كما في العاده معناها تو نحن نطيبوا نعملوا روز معناها في في الدار اللي ميم معناها نفس المكونات اللي المستسين نعملوا بهم روز مي طريقه التحضير نتاعو مختلفه شويه باش نخدموها على الطريقه الخليجيه وباش نبداو اول حاجه بالبات قبل كل شيء باش نعمل لونيون كراميليزي اللي يتخلى مليح وانترو طون باش تعطيهم الغوسات نتاع البات البات هذه شنو اسمها بات بريزي بات بريزي اللي هي البات تمشي ملح وحلو تمشي ملح وحلو طبقوه مليح باهي باش ناخذ بالنسبه للبات باش ناخذوا 250 غرام فرينه ايه عليهم 125 غرام جولدينا دونك شطر الفرينه جولدينا فوالا شطر الفرينه جولدينا ايه شطر الورده جولدينا باهي باش ناخذوا entre temps هذا حطيت له شويه زيت نجمه نحط شويه جولدينا ولا ليه ولا يزيد تنجم تحط شويه جولدينا اما شبرك. هو برشا ثم برشا طرق في التحضير نتاع في التحضير نتاع لونيون كراميليزي اما انا ماذا بيه معناها ما نخلطوش برشا نخليه ديما على نار هاديه نخليه ديما ياخو معناها كل بارتي من اللي تمس القاع نتاع البواله هي تبدل الكولور نتاع نتاع البصل دونك ما لازمش ياسر نمسو هذا باهي بالنسبه للباتبريزي انا تو حضرت 250 غرام فرينه اي عندنا الاصفر العظم
اصفر نتاع عظمه، اصفر نتاع عظمه اي. باش ناخذ جولدين نجم في نفس البول توزن الجولدين نتاعك. فوالا نعاود نحط الجولدين. البصل نحط له شيشه ملح كمان. اوكي باش نحفر شويه هكا فارينا في الوسط، وباش نبقى نزيد بشويه بشويه باش نستعمل توا بيدي خاطر بطبيعتي باش نعجنها. الفارينه جولدينا احنا خذينا 250 غرام فارينه، دونك ناخذوا 125 غرام جولدينا. جولدينا وعليهم اصفر نتاع عظم. كان تحبوا تعملوا الدوبل تنجموا تعملوا الدوبل. تولي 500 مثلا 500 غرام فارينه، 250 غرام جولدينا، وكابتي زوز اصفر عظم، وتنجم تحط ديما شويه ملح. فوالا هكايا توا البات انا حضرت، باش نزيد شويه ماء في العظم. شويه ماء مش برشا، شويه دوبلش ماء، دوبل شويه برك. حط لك شويه ملح شايف زاده هاي في لهنا لهنا وي في العظم والماء. سكر ليه ما نحطوش فيها بالكل؟ بون بالكي اذا كان تستعمل بات سكري تنجم تزيد شويه، تحط شويه سكر سينو ما تستحقش. هاي احنا اليوم باش نستعملوها كيش دونك ما نستحقوش. فوالا شوف لهنا معناها بوماد الجولدينا تعاون راهو على لي بات على خاطر التكستور نتاعها قد باش تنجم او ميم طون تلملك اي او ميم طون تبدي لا ذايبه ياسر لا يابسه ياسر. فوالا كيف توا باش نزيد الاصفر العظم نتاع كويستو ومغرفه ماء وبنسي نتاع ملح، وباش نخلط هكا بشويه. من بعد باش نلمها البات هذه باش تتلم. تو تنجم تقول البات حاضره لو. انا جوست انها باش ترتاح شويه معناها في الفريجو، اما تو تسمى حاضره البات لي زانجريديون نتاعها كلها حاضرين. حاضره بات لازمنا شويه ماء هكا تشيشه ماء. الماء اللي باش نزيدو زدتو في الواحد جوست تو باش نخلط الجولدينه تو باش تعطيني هاك التكستور باش تكون هي اللي باش تخليها تبسسها. فوالا تخليها من بعد ما تبسش. اي توا باش هاك تشوف معناها توا تسمى تلمت البات. مانيش باش نعجن برشا معناها جوست باش نسخنها على خاطر فوالا نزيد شويه جولدينه. انا نحب ديما كي نعمل البصل كاراميليزي نخلط نحط الزيت ونحط شويه جولدينه تعطي برشا بنه وتعاون على اللون المزيان هذاك نتاع البصل. انا تو باش نهبط البات نتاعي نحطها على البوست تخدم على البوست دو ترافاي خير. فوالا ديما نلموها في وسط امبول وبعد نكملوا نخدموها على ان بوست دو ترافاي نظيف. باش نحاول هكا ننزل بيدي شويه باش الفارينه والزبده تتخلط في بعضها من غير ما نعجل. نحاول نلم بيدي هكا وفي علاش ما نحبش تسخن البات باش تبقى ترتاح هكا. نبقى نلم هكا شويه وبالكف نتاع اليد نبقى ننزل. برك شايف انت الكف نتاع يدك تنجم هذيك تحجنها المهم هو قلقال معناتها بيدو مش انا كي نعمل هذيك ما نوصلهاش. المهم البات ما تسخنش معناها. تقولي انت تستعمل 125 غرام فارينة. لا 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 ما راهو ما يغركش المظاهر شايف نجم. نعرف نعرف جي سي بيان جي سي بيان. باهي على نختمها بالسياسه بالسياسه باللي يتبعوا معاه مليح. مهمه راهو المرحله هذه كيف تخدم اون بات تبدا هكا معبيه بالماتيغ غاس سوا جولدينا ولا زبده، وحتى دايوغ البات سابلي وكل لازمنا نخدموها بنفس الطريقه خاطر ماهيش باش تشد روحها بسهوله كيما لي بات الاخرين. لازم كمان تتخدم شويه دونك المفيد انها ما تسخن معناها. نحاول اني نخلط الفارينه والفارينه ورده والجولدينا مع بعضهم من غير ما نسخن البات من غير ما نخليها تسخن. سي تو البات تو بريسك حاضره باش نبقى دور شوي بشوي. تو
حضرت ولا تنبسط أو بسستها بكده بكده. سي باش نحضرها توا هكايا باش نلفها بشويه ونحطها في بول ونخليها ترتاح في الجدار. لازم ترتاح، قلت لي قبيليك قبل ما نبداو قلت لي لازمها شويه يا مليك، راهو هذه باش ترتاح باش تعاود تبرد باش نجمو نحلوها بسهوله. فوالا دونك انت ديجا محضر واحده؟ انا ديجا محضر، اي حضرت واحده، مي هذه توا الريسيت توا هاي ديجا حضرت هكايا. باش نعطيكم اون بتيت استوس، كي تحبوا تحلوا بات كيف من هكايا سورتو تنجح الاستوس هذيا في البات سكري والبات سامحني سابلي والبات كيف من هكا بريزي. نحطوا البابيي كويسون، نحطوا طرف بابيي كويسون نحطوها فوق البابيي كويسون هي، ونحطوا طرف اخر بابيي كويسون من فوقها ونحلوها بالقلقاله هكاك، ما نمسوهاش ما نسخنوهاش وما تمسخناش الدنيا، ونبداو متاكدين من اللي هي تبدا كلها تبدا الخشن نتاعها. وديجا كيما كنت حكيت لي بالبابيي كويسون حتى بعديك باش تحطها في المولاتارت اسهل، تنجم تقلبها اسهل، تقلبها اسهل برشا. فوالا البات حضرت، خليها ترتاح شويه. مازال شويه شايفه، هاي مازال يشد شويه وقت في في الكويسون. في الكويسون دونك لو طون اللي البصل يكمل يطيب باش نعملوا لا سويت نتاع الكيش والا التارت. انا باش نحكي لكم على الديسير نتاعي نتاع اليوم. الديسير هي الكنافه، اذا خبيتها هكا الكنافه نتاعي باش ما تشحليش. دونك خذيت شويه كنافه اللي نعملوا به الكنافه هذايا، شوفوا باش نسهلها مانيش باش نصعبها بالكل، باش تشوفوا اللي هي ما فيها حتى شيء. المكونات نتاعها لازمكم هذوما لي شوفو دونج، لازم جولدينا، خذيت هذيا الكريمه نتاع فانواز اللي هي مفوحه بالعطر شيا، راهي بنينه ياسر مجربه، ونقول لكم ابن وحده هي اللي بالعطر شيا، اون توكا انا نشيخ على العطر شيا حتى نتاع اللوز مش خايبه. عليها نص سيتر حليب واربع مغارف ماكله نتاع سكر وكاها، وتوفى الغوسيت وبيان سور شويه شحور. خليجي المنيو اليوم، خليجي 100% اليوم. والتخت زاده نتاع البصل نموت عليها انا، تخت البصل. وتوا باش نطيب، اول حاجه باش نطيب خاطر باش نحط الكنافه نتاعي في ديفيرين في كيسان، مانيش باش نعملها كامله، تنجموا تعملوها كامله في الدار نفس الطريقه، جوست تاخذوا مول كيما المول نتاع التخت نتاع الشيف وتعبيو بيه. اول حاجه هذايا باش نحطو وباش نصب عليه الجولدينا، الفرن نتاعي سخون دونك الجولدينا في نفس البول هذايا باش نذوب منها شويه، حكيت 30 غرام من با 30 غرام جولدينا باش نذوبها وباش نصبها وباش نحطها في الفور تطيب، هي باش تكون الباز نتاع الكنافه نتاعي. باش تشوفوا مسهلها، عبيت كل تحب الكنافه في رمضان الوغ كو هي راه تعملوها في الدار تربحوها. ومن بعد عليكم انتوما اللي يحب يزيدها فاكهه من داخل، اللي يحب يعملها مش بالكريم باتيسيير يعملها بخليط نتاع جبونات نتاع ديليس كيف ما تحبوا انتوما. انا باش نعطيكم طريقتي الخاصة، دونك نذوب الجولدينا ونجي. شايف شنحويلهم هاك البصل؟ تعرف عطاو كولور مزيان برشا. بالله شايف شنو نسك سؤال؟ شنو الفرق ما بين البصل هذايا اللي لونه هكا يبدا روز والبصل الأبيض؟ والبصل الأبيض هذا فيه كمية أكثر من السكر. إي. هذاك علاش أنا حبيت تستعملوا اليوم معناها تو ساعات باش تعمل أونيون كراميليزي بالبصل الأبيض. تحط معها شويه سكر برا ولا تحط معها لازمك تزيد السكر، تزيد هذه معناها في اكثر سكر، هذه في اكثر سكر والكولور نتاعو معناها تشوف انت كميه السكر اللي فيه يعطيك كولور اقرب اقرب من الابيض. وزيد حتى للي بلا باغ اكزومبل نخمم في المرمز نخمم في مرقه اللوبيا يجي خير بهذا، يجي خير بهذا يعطي المنظر بالنسبه للمنفعه نفسها معناها في الزوز. اما بالنسبه للمطعم هذا معسل اكثر. انا ما اسمع في العاده نحب نستعمل ليزيشالوت، أي. اما بحكم اللي مثلا مش متوفره ديما ما نطلعش ديما، نولي ديما نقرب بالبصل الاحمر اكثر. ودونك توسكي كاراميليزي وحتى دايوغ كان ناكلوه ني هذا ابن، هذا ابن كي تقصوا ني في سلطه ولا حاجه هذا ابن. باهي دونك انا تو جوست باش نصب الجولدينا نتاعي شخشخها مليحه، نصب هكا اب، ومن بعد بدايه لازمها تتبل كلها بالجولدينا. حلها مليح من بعد ما يسالش باش نكسرها دو توت مانيير باش نحطها في الكيسان نتاعي. وتوا 180 درجة لمدة 10-15 دقيقة جوست لو طون اللي يوليو دوغي
لي شوفو نتاعنا شوفو دونج نتاعنا يوليو دوري شويه. ومن بعد نوريكم الكريم باتيسير كيفاش. شيف انتر تان انا باش نحط الفور يسخن. انت ليه الفور باش تستعمل؟ اه هو الفور اللي باش نستعملو. امل انت نحطوهولي شيف وانت حط الكيش نتاعك على روحك. داكوردو نجمو نخدمو مع بعضنا ظهر كارتفو. داكوردو 180 باه. هو في العاده 160 بعد 180 يسخن الفور بكدا بعديك طيح على 160 باش تبقى الكيش تيب كامله بين مروبه. تيب كامله مروبه. هذايا ظهر لي سي بون قريب يحضر سي. توا باش نحضر لاباري تون اللي هو يكمل ياخو هاني بحذا شاف هنا عليه هكا. توا باش نحضر لاباري اللي باش يكون فيها. انا باش نحضر توا العظم لاباري نتاع التارت هذا باللي زاد تبعو. هو في العاده مالك كل حد ينجم يحط اللي انا يحط الكميه اللي يحب عليها وينجم في الـ في الـ في الكيش ينجم يحط كيما التاجيل معناها تنجم ليزانغريديون تحطهم اللي تحب عليهم انت فهمت. بالنسبه لي انا اليوم باش نعمل الكيش البات بيريزي باش نفرشها في باش نفرشها وبعد هيك باش نحط البصل ملوطه وباش نحط لاباري نتاع هذه تسمى باش نعملها انا اباري توا. هذه هو اللي نصبها من فوق. لاباري اللي باش تحضروا توا من فوق كيفاش؟ توا ثلاثة كعبيت عظم كويستو. ثلاثة كعبيت عظم كويستو ومن بعد هيك باش نحط فرماج جبن ديليس. جبن ديليس كريم فريش ليه؟ شويه كريم فريش. اي والفروماج تارتيني زاد كيف كيف. اها دونك عندنا جبن ديليس الفوندون والكريم فريش شيف نتاع ديليس. دونك ثلاثه كعبيت عظم. ثلاثه كعبيت عظم كريستو. باش نحط جبن قدر 100 غرام 150 غرام جبن. اي حتى اقل شويه. باش نحط تارتي فري نتاع ديليس. نحط جوج مغارف. جوج مغارف تارتي فري. وباش نحط قدر 3 مغارف كريم فريش. كريم فريش. توا باش نخلطها مليح باش نزيد شويه ملح شويه فلفل شويه فلفل اسود باش برشا الملح خاطر عندنا الجبنات ديجا ملحين فلفل اكحل تحذيك فوالا هذه راه اللي سي بون شايفها رشا فلفل اكحل سي خليت كل بصالي فوالا واو لونها وريحتها وهوني نشوفوا بالحق الفرقه ما نوصلوش للنتيجه هذه من غير سكر من غير حتى شيء بالبصل الابيض. فوالا تو باش ناخذ فوي من عندك انت. تفضل شيف. هذه انا باري حضرت. عندك حاجه العظم كيما معناها اون فوا فقست العظم ديريكت تحط في الفور. باهي. باش تعطيك اللي فيه اللي حاجتك بيه. هرج لك البات نتاعك شايف هاي. اللي حاضره تحب اللي حاضره تحب الاخرى تحب نخدمه بالاخرى كيف كيف اللي هما نفس البات نفس اللي فيه باش نعطيه. حضرت انا ديجا واحده بكري هاي حاضره مريقله طالعه ارتاحت في ارتاحت في وقتها. واو ولا توا البصل باش نخليه يبرد شويه مالك باش ما يبللش بلنيش البات. اي خاطر اذا كان تحطه سخون ديجا الزبده باش الشذوب الجولدينه باش تذوب وباش تتفصل على الفايده ما تعطيكش الريزلتا اللي حشتنا به. اونتخ تون هذه تنقلها لك شويه بالفرشيته شاف اي كم سا ما تطلعش البات من اللوطه. هلا
هكا بريس تسمى تسمى حاضرة ال ايه ثم طريقه تنجم تحط ال البات تنجم تحطها ديمي كويسون في الفور وتخرجها بعد لما انا تو باش نحطها في الفور تعمل جوست معناها ديمي كويسون 5 7 دقائق فوالا 5 7 دقائق لو طون اللي البصل يبرد وكي كنبداو متاكدين اللي لوطاني طيب يكون طيب وهذا يا دير لاستوس انتم في الدار زي ما تتسائلوا علاش اللوطاني نتاع البات نتاعكم سواء في التارت سالي ولا التارت سكري ما يتيبش تو سامبلومون على خاطر ديما لازمكم تعطيوها انتم كبر المول اما على القليل 10 دقائق تيب فارغه البات كومبليتمون ما لازمش تبدا تحمر لازم تقعد بيضه اما تشد روحها مليح باش هكاكا نبداو متاكدين اللي اللوطاني طاب وبعد نصبوا عليها الخليط نتاعنا اللي هو ينجم يكون حلو ولا مالح اليوم عندنا البصل وعندنا لاباغي نتاعنا ونعاودوا ندخلوها تيب على روحها وهوني 100% تكون طابت شيف اوكي الغوسيت اللي من بعد الغوسيت اللي من بعدها توا باش ناخذوا المجبوس رز مجبوس او كبسه الكبسه رز بالدجاج اي باش ناخذوا حاجه كبيره هكايا كسرونه كبيره باش نحطها تسخن شويه اي من غير زيت نجمه ما زلت ما حطيتش توا لا نجمه لا حتى شيء داكور دو شيف به الدجاج عندنا دجاج كويستو دجاجه كامله دجاجه كامله كويستو بالنسبه لكبسه الرز بالدجاج كما شفت توا هنا تنجم تحط شويه زيت نجمه اي المكونات نتاع الكبسه هو باش نستعملوا زبيب ولوز باش نعملوا بابريكا زعفران كركم شويه حشيش بهارات نتاع دجاج كزبر ونعناع الهيل قرفه بناء قرفه مرحيه وقرفه كعب وشويه كعبات عود قرنفل به اللي تبش مش اي بطبيعه طماطم سيكام بيلي الفريشكا والكونسونتري بالنسبه لتو اللي تابلو اللي هي باش ناخذ انا دجاج نتاع كويستو انتر تون شيف انا تنتلهي لك باك الكيش اللي ظهر لي سي ديتيب عطات سي خذيت وقتها ديجا هي خذيت وقتها البصل انتر تون برد فوالا خليك انت تخص وانا تنتلهى بها الشيف هذايا انا نحيت السلسول نتاع الدجاج لهنا خاطر في البارتي اللي فيها الدم نتاع الدجاج باش نقص الدجاج على اربعه بنو عندي دو كويس دو سوبريم نحط نشللهم شويه انتر تون مرتيتو حتى شهيره ومعينا جوست حطيت البصل وحطيت لاباري نتاع الشيف وباش نرجعها للفوق فوالا وانا رسيت نتاع الكيش شونيون حضرت سي تهنيت عليها به بالنسبه لتوا باش ناخذ اللوز في الزيت اللي هي نفس الطنجره معناها اللي باش نطيب فيها الزيت سخن تو باش نحط اللوز اي باش نحمره شويه دونك قصينا الدجاجه على اربعه دجاجة على أربعة حطينا الدجاجة في الماء شوية باش تحملها كالدم نتاعها وكذا حطينا اللوز توا يتقلى بعد اللوز شنو نحطو بعديك بعد اللوز باش نحط الزبيب باش نقليه شوية سويت نحي لك الماء نتاعو هاي فوالا في نفس الصحفة باش فيها شوية ماء هاي خليه يتقلى شويه وبعديك باش نخرجوا معناها مانيش
خليهم هذوما خليهم شويه ومن بعد نسيو لا سويت دو لا روسيت في نفس المقله. دونك جوست باش نخليهم دقيقتين لو طون اللي فاصل صغير، هاكم قاعدين توا ديجا نخرجوا فيهم ومن بعد نشوفوا الباقي نتاع الروسيت.